تلعب الكرة مرة أخرى لنادي الشباب. تمريرة واصلة إلى الأمام لهزازي، هذه الكرة ما فيها أوفسايد. هزازي حاول عدة، تقدم ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء لصالح الشباب. هزازي تقدم بشكل ممتاز، فقط إذا وصلت الكرة لهزازي بهذا الشكل هزازي من الممكن أن يقتنص الهجوم، من الممكن أن يسجل. هزازي يستفيد الآن ركلة جزاء، الحكم أعطى فيها بطاقة صفراء، لم يشير إلى بطاقة حمراء. عبد الله نوستا يعترض على قرار حكم المباراة، خلاص شكرا على ركلة الجزاء، المهم أن تسجل الركلة الجزائية. شوف الكرة ما فيها أوفسايد، نعم ما فيها أوفسايد، خطأ في الدفاع، كان تأخر الدفاع في إجراء مصيدة التسلل. الكرات ما وصلت إلى هزازي بهذا الشكل، هزازي قادر على استثمارها، أنتم فقط أوصلوا للكرة بالشكل الصحيح. نعم الحكم اعتبر هزازي أنه ما كان مواجه المرمى بشكل مباشر، لذلك لم يستبعد علي رضا حارس المرمى بالبطاقة الحمراء على إثر إعاقة لنايف هزازي باللعبة الأخيرة. ركلة جزاء، الليوث عندهم ركلة الجزاء إن شاء الله تعالى، هدف أول، هدف أول للشباب في ركلة الجزاء. ينتهي شوط المباراة الأول بهدف، حقيقة أمر إيجابي. يلا يا نايف، الصقر يستعد ويأخذ الإذن من الحكم، يتقدم هزازي، جول، هدف أول لليوث، يتقدمون بواسطة نايف هزازي الهداف الكبير. الصقر هزازي يسجل الكرة في الشباك، يعلم فرحة شبابية، الشبابيون بحاجة لهذه الفرحة، بحاجة الانتصار. يتقدمون عبر المهاجم الكبير نايف هزازي، من يضع الكرة في الشباك يسجل للشباب هدف الأول، الهدف الأول في المباراة.